شوفي بسم الله الرحمن الرحيم، كتكميله اللي قال السي صلاح على بالنسبه لهذا المقلع هو انه كما عرفنا حنا ما حضرناش بالضبط في هذاك الوقت بالضبط شنو كان بوعدوا ما التشرون، هذا التشرون اللي جانا قال لك كنوعدوا ما سيدي بانهم غيدير لهم الطريق غيزفتها وغيدير لهم القناطر وهذا وغيحفر لهم ابار ديال المياه، يعني في كل بلاصه غيدير فيها بير بالنسبه اللي ما عندهمش الماء، يعني كتعويض على هاد الاضرار اللي قال السي صلاح. ولكن كل مره كيجي كيقول لك مثلا هاد السيمانه راه غنجيب تراكس غدا بعد غدا بعد هكذا، وراه دار معاهم التزام كما كيقولوا الساده بانه دار معاهم التزام في الجماعه باش تزفت على الطريق وهذا سميتو، ولكن لحد الان كما كنقولوا راه كاينين غير وعود كاذبه ما كاينش شي حاجه على ارض الواقع. والسلام عليكم. ماشي اللي ما عندي ما نقول. علاش انتم دايرين هذا الاعتصام بالضبط؟ هذا الاعتصام علاش؟ هذا الاعتصام اللي دايرينه بالضبط هاد الناس كاملين هذه على هذيك تدهور البيئه كما قلت لك، على هذيك الاشجار والدراري صغار كاينه مدرسه قريبه على هذيك المقلاع وهذه وكذا، هو قال لهم كنتيجه زعما على بالنسبه لهاد الاضرار كتعويض زعما على هذا الشيء باش غنديروا لكم الزفت باش نقصوا زعما من الغبره ونقصوا من الاخر ونقص، فهمتيني؟ التلاميذ كيقراو ملي كتكون تبجيرات؟ كيقراو. علاش ما كيقراش؟ دابا راه في العطله راه جالسين. لا ملي كيكون تفجيرات واش كيعلموهم وما كيقراوش ولا الشرط الامين قبل؟ لا والو كيقراو برغم هذيك التفجيرات واش كيكونوا هما من المدرسه، والمدرسه راه قريبه على هذيك المقلع راه ما كاملاش حتى شي 100 متر ولا ما كاملاش، راه انفاس المدرسه. بالنسبه للخطوه اللي باغي نديروها مور الاعتصام الا ما استجبوش لكم، شنو هي الخطوه التاليه؟ حنايا راه كما كيقولوا الساده لان يعني كان عندنا اعتصام تمايا حتى يحلوا لنا المشكل ديالنا. اعتصام مفتوح حتى يحلوا لنا المشكل. بالنسبه للتربيه ديال النحل مازال شي نحل ولا فين هو النحل؟ فين هي تربيه النحل؟ راه كان عنده شي نحل راه حولوه لشي بلاصه اخرى بعيده وصافي، ما تما راه ما كاين والو. اللي عنده شي حاجه ديال النحل ولا شي لقات له شي حاجه راه بعدها راه داها لشي بلاصه اخرى شي خوتها. الموقف ديال السلطات من هذا الجانب؟ ما كاين والو، الموقف ديالهم راه باين تعنت وصافي، ما كاين ما بغاوش يحلوا المشكل، يعني بحال الا كاين تواطؤ ولا الله اعلم. لجوء القضاء ما فكرتوش لجوء القضاء؟ ما يعني كخطوه قادمه ممكن يقدر الا ما كانت شي حل وصل ممكن يوصلوا القضاء، يعني الا ما كانش شي حل سلمي بين الطرفين ممكن يلتجؤوا القضاء. لا شغال موقفينها ولا مازال مستمرين؟ لا يلا وقفوا، دابا كانوا موقفين البارح دابا الصباح كانوا خدامين دابا راه موقفين. انتم وقفتوهم ولا هما واقفين راسهم؟ ما وقفنا حدا النهار، ما وقفهم حدا، وقفوا الراس وما دنا. أو أول حاجة كنطالبوا بها هي باش يعود على الأضرار اللي قلنا تشا باش يزوبوا لنا الطريق، يزفتوا لنا الطريق حتى الآخر هذيك 7 كيلومتر ديال الطريق تزفت على الأقل. شي اللي كنطالبوا به الزمنية دابا تقريبا شي بشحال كاع سيفتا من شهر 9 تقريبا، من شهر 9 كيجي اعتصام وكيمشي كيجي اعتصام وكيعطيك واحد كيقول لك غدا غنجي صافي كيفكوا هذيك الاعتصام، غدا غنجي نخدم لكم، بعد غدا غنجي نخدم لكم، عاوتاني كيعتصموا كيعطي عاود وعود اخرى وهكذا. معايير ديال الطريق الطول والعرض وخدام معايير عندك ما عارفين ولا معايير لحد الان تيقولوا له القناطر يكونوا ضروريين والعرض باش يدوزوا لنا جوج طوموبيلات حنايا دوار مثلا. ما تنساش بالارقام يعني. لا ما حدش يعني ما يدوزوا جوج طوموبيلات. الله يجعل بارك، هذا هو اللي كان طالبه. هو معاه من التزم؟ التزم مع السكينة. مع السكينة يعني خوتو شي واحد اللي التزم معاه؟ بحضور السلطات، بحضور السلطات. واش حضور واش الالتزام مكتوب؟ كان الالتزام مكتوب ياك الالتزام. كيبان كان دفتر التحملات. هذا المفهوم. لا دابا مكتوب. دفتر التحملات واش فيه؟ انه يصوب لكم الطريق. هو كيقول لك بانه ما كاينش هذا في الدفتر تاعك. ما كاينش الدفتر تاعك. يعني هي فابور مع حضور سيد القائد كيوعدهم بهذا المستوى المركزي ما راسلتوش الجهات المسؤوله؟ لا نهضر على لا ما راسلتوش حتى شي جهه.